السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا وسهلا بكم في برنامج رسائل إيمانية. تنتشر بين المسلمين اليوم الكثير من الأمثال والأقوال الشعبية التي حرمها الإسلام شرعا والتي نرددها باستمرار في حياتنا اليومية. منها: لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. الرحمة في اللغة معناها الرقة والعطف، فلا حرج أن يقال إن فلان لا يرحم، أي معناه غير عطوف. أما قوله لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل، فهذه العبارة لا يجوز التلفظ بهذه العبارة لما تتضمنه هذه العبارة من الكفر بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى وحده له القدرة المطلقة، فلا يعجزه شيء أبدا. فمن هذا المخلوق الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا حتى يحبس رحمة الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى في كتاب العزيز ما تيسر في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن هذه العبارة لا تخرج إلا من كان جاهل بالله سبحانه وتعالى وصفاته، فيجب الابتعاد عن هذا التعبير، وإن كان قائله لا يقصد المعنى الأصلي، وعلى من يقول هذا الكلام أن يبتعد عنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. برنامج رسائل إيمانية، كانت معكم الست أنوار عمر. انتظروني في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.